دعوت ربي ومن لي سواك فيا ربي حقق دعاء من دعاك. السلام عليكم ورحمة الله. طلابي الأعزاء، مرحبا بكم إلى سنة دراسية جديدة، وأهلا وسهلا إلى دراسة اللغة العربية. نحن الآن في الصف العاشر. أريد اليوم أن نتدرب نشيدة جميلة من كتابنا المقرر. أظن أنكم جميعا في بيوتكم في طيب الحال مع أسرتكم، وأدعو لكم جميعا إن شاء الله. نعم، نحن جميعا نعمل بعض الأعمال من الصباح حتى المساء، وبعضهم يعملون ليلا ونهارا. كيف نبدأ الأعمال؟ أعمالنا كيف نبدأ؟ هذا هو سؤال مني. نحن نشرب، في بعض الأوقات نحن نأكل، ونحن نركب على الأشجار، ونسير على الدراجات والسيارات. حينما نبدأ هذا الأعمال، كيف نقول أو كيف نبدأ؟ ماذا نقول؟ تفكروا ماذا نقول عند جميع أعمالنا. نعم، حاول أن تقول الجواب. نعم، اسمعني. واحد وهو يقول: نحن نبدأ أعمالنا، أو بعض الناس يعملون، بعض الدارسون يعملون أعمالهم بالبسملة. نعم، هذا صح، يعمل الأعمال بعض الناس بالبسملة. نعم، وواحد وهو يقول: يعمل الناس الأعمال بالدعاء، وهذا جواب ممتاز. كل الناس وهم يبدأون الأعمال بالدعاء. وهكذا يقول واحد من طلابنا يبدأ عمله، وهو يبدأ عمله بالحمد والصلاة، أي بالتحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الطلابون وهم يبدأون، الناس وهم يبدأون أعماله في أوان مختلفة بالدعاء والبسملة وغيرها. فإذا أمامنا نشيدة دعائية جميلة. كيف نبدأ دراستنا؟ نحن نبدأ دراستنا بدعاء أو بدعاء نشيدة. واجب عليكم أن تنظروا كتابكم. في كتابكم دعاء نشيدة. استمعوا وأيضا انظروا إلى الشاشة. نبدأ دراستنا بدعاء بنشيدة دعائية عربية. أولا نسمع ونستمع إلى نشيدة هندية. أحاول أن أغني أمامكم. تمي ميري مندير، تمي ميري بوجا، تمي ديوتا هو، تمي ديوتا هو. دعوتك ربي ومن لي سواك فيا ربي حقق دعاء من دعاك. وأنت البصير وأنت العليم بحالي ونور الحجام ضياك. رأيتك ربي في كل شيء فزاد اليقين
بقلب رآك. ففي الزرع والضرع والإنس بانت بداعي صنعك بعض نداك. كيف الغناء؟ كيف الأنشودة؟ جيد جدا، تمام، أوكي، مبروك. فإذا نشاهد هذه الدعاء في لحن، في صوت، في صوت بنت صغيرة مثلكم تدرس في المدرسة الثانوية. استمعوا. دعوتك ربي ومن لي سواك، فيا ربي حقق دعاء من دعاك. وأنت البصير وأنت العليم بحالي، ونور الحجام ضياك. رأيتك ربي في كل شيء، فزاد اليقين بقلب رآك. ففي الزرع والضرع والإنس بانت بدائع صنعك بعض نداك. بسطت لنا الأرض أرسيت فيها جبالا، وأنت رفعت السماك. وبين يدي كتابك أتلو، وتنهال روحي فيضى بهاك. وعدلك يا ربي فاق الوجود، فلا تحرمن كل عبد رجاك. دعوتك أرجو فسيح الجنان، ومن شدة النار أرجو فكاك. دعوتك ربي ومن لي سواك، فيا ربي حقق دعاء من دعاك. أوكي، كيف النشيدة؟ أظن أنه مبروك. فإذا أقول لكم أخيرا، أنشدوا هذه النشيدة من بيوتكم مع الأم والأب والأخت والأخ وغير من أسرتكم، أي أعضاء أسرتكم تقومون جماعة وتنشدون هذه النشيدة الدعائية، ثم سجلها في هاتف جوالكم وأرسل لمدرسكم العربية عبر الهاتف، فإذا يكون الأمر ممتاز إن شاء الله. نحن نستمع إلى سورة رمزية، انظر في كتابكم الصف السادس، فيه سورة ممتاز، نرى تلك السورة في الشاشة. انظروا جيدا وتفكروا ماذا نرى في تلك السورة. نعم، هل تفكرتم؟ هل شاهدتم أي شيء؟ نعم، ماذا نرى؟ قل واحد، هل عندكم أي جواب؟ نعم، في الصورة درجات. ماذا معنى درجات؟ درجات معنى steps، படவுகள். في الصورة درجات. وأيضا الدرجات فقط في صورة، انظروا عميقا. نعم، هناك باب، أي باب؟ باب مفتوح، باب مفتوح موجود في صورة، أي درجات، وفي قمتها باب مفتوح. فإذا لما يرسم الرسام هذه الصورة؟
لمرى السماء. ممكن أن يكون له عرل خاص، أي في تلك الصورة رسالة كثيرة موجود. ما هي رسالة هذه الصورة؟ تفكروا وقولوا. تفكر جيدا، ما هي رسالة هذه الصورة؟ لكل صورة رسالة. رسالة معنى مسج، مسج سنداشم. يلا تشترنغلكم എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ സന്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ സന്ദേശം എന്താണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ. ഹാവിലോ അന്തപൂല നാം വാഹിദ് യക്കൂലു. നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നു. നമ്മൾ നേരിടുന്നു. വാജഹ യുവാജിഹു നുവാജിഹു. നുവാജിഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, ഹയാത്ത് ജീവിതം. ഫി ഹയാത്തിന നുവാജിഹു. ഫി ഹയാത്തിന പ്രോബ്ലംസ് മുഷ്കിലാത്ത്, മുഷ്കില മുഷ്കിലാത്ത്, മുഷ്കിലാത്ത്. ധാരാളം കെസീറ മുഷ്കിലാത്തിൻ കെസീറ. നാം ഉരീദുമിങ്കും റിസാലത്തൻ ആഹർ കുൽ വാഹിദ്. നാം വാഹിദ് വഹു യഖൂലു ഉന്നതിയിലേക്കെത്താൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ട്. ഉന്നതിയിലേക്കെത്താൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ മാതാ ലഫ്ളു മുമ്പിൽ അമാമ അമാമന അമാമന നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. ധാരാളം അവസരങ്ങൾ, അവസരങ്ങൾ ചാൻസസ്. ഫുർസത്തുൻ ഫുറസുൻ അമാമന ഫുറസുൻ കസീറ. അമാമന ഫുറസുൻ ഫുറസുൻ കസീറ ലി വുസൂലി ഇലൽ ഉലിയ. ലി വുസൂലി ടു റീച്ച്. ലി വുസൂലി ഇലൽ ഉലിയ. നാം ഹസ്വൽന റിസാലത്തൈനി വകതബ്ന അല സബ്ബൂറത്തി വഹകദ തഫക്കറു മിൻ ബുയൂതികും അനി സൂറത്തി വ ഇക്തശിഫു റിസാലാത്തിൻ മുഖ്തലിഫ ثم اكتبها في كراستكم او دفتركم ان شاء الله انا اختتم هنا لا تنسى امرين واحد انشاد النشيده مع الاسره وارسالها لمدرسكم العربيه عبر واتساب والثاني كتابه رسالات المختلفه في كراستكم ثم صوروا في جوالكم ثم ارسلوا لمدرسكم العربيه ان شاء الله نلاقي بعد اختتم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله.